السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم مع خطوات الانقسام الميوزي. خدنا في فيديو سابق خطوات الانقسام الميتوزي وعرفنا إن هو بيحصل فين، ودلوقتي بنتكلم على خطوات الانقسام الميوزي، وده بيبقى خاص بتكوين الأمشاج اللي هي وحدات التكاثر الجنسي. الانقسام الميوزي بيحدث في الخلايا الجنسية سواء في الإنسان أو الحيوان أو النبات. وقبل ما نبدأ في الخطوات دي لازم نتعرف على مكان وجود أو حدوث، متأسف، مكان حدوث الانقسام الميوزي. في النباتات الشكل الموجود قدام حضراتكم هو عبارة عن الزهرة، والزهرة هي بتحتوي على أعضاء التكاثر المذكرة اللي هي الأزدية أهي، سواء دي أو دي، أو الكرابل اللي هي بتحتوي على النبض والبويضات. فلو بصينا لأعضاء التكاثر أو التركيب المذكر هنلاقي اللي هي السوداء بتتكون من خيط والموتوك الجزء ده، وجواها حبوب اللقاح، وجوه حبوب اللقاح بنلاقي طبعا احنا هنا مش في تفصيل التركيب ده، فاللي هيعتبر البولينجرين او حبوب اللقاح هي الامشاج المذكره هنمشيها، لكن هي طبعا ليها تفاصيل ادق من كده واصح من كده يعني. المهم ده المكان اللي بيحدث فيه الانقسام الميوزي او الاختزالي. بنيجي هنا بنتكلم على الكربله، بتتكون من الميسم والقلم والمبيض، وجواه البويضات برضو على تفصيلات ما احناش بصددها في هذا الفيديو. المهم عرفنا المكان التقريبي لحدوث الانقسام الميوزي اللي هو في الزهرة في النباتات الزهري. بنتكلم على خطوات الانقسام الميوزي الاول. ده معناه بقى ان الانقسام الميوزي بيحدث على مرتين، في انقسام ميوزي اول وانقسام ميوزي تاني. فبنتكلم على الانقسام الميوزي الاول هنلاقي بيتكون من اربع خطوات: الطور التمهيدي الاول، الاستوائي الاول، او الانفصالي الاول، ثم النهائي الاول. الاربع خطوات دول بيمثلوا الانقسام النووي في الميوزي الاول، لان اي انقسام الميوزي ده الاول بعباره عن اربع خطوات بيمثلوا انقسام النواه، ثم يتبعها انقسام سيتوبلازمي عشان النواه تبقى اتنين. يبقى اذا نهايه الخطوات الانقسام الميوزي الاول بتنتهي بخليتين، لكن على تفاصيل هنشوفها حالا دلوقتي. فبنشوف الخليه قبل الانقسام بتظهر الكروماتين زي ما احنا شايفين، عباره عن خيوط رفيعه لا يمكن معرفه عددها، طبعا احنا هنا عشان ملونينها خلاص، وده بيحصل في الايه الازديه والقرابل زي ما احنا قلنا في النباتات الزهريه. بنتكلم على الخطوة الأولى، فبنتكلم على الطور التمهيدي زي ما احنا شايفين، الخيوط الرفيعة أو الكروماتين بتبتدي تبقى قصيرة وأكثر سمكا، وأقدر أعرف عددها ويبتدي الغشاء النووي في التحلل. ثم برضو ما زلنا في الطور التمهيدي، يتبع هذا الطور يبتدي كل كروموسوم من الاثنين كروموسوم يتضاعفوا، يا كروموسوم يبقى نسختين بس ما زال مرتبطين مع بعض في منطقة السنترومير، وبالتالي يبقى ده كله على بعضه كروموسوم لكن مكون من اثنين كروماتيدا. وهنشوف دلوقتي ازاي التقاطع اللي بيحصل ده. الكروموسوم ده الاثنين الكروماتيدا دول اللي بدون واحد بنسميهم كروماتيدات شقيقة، اما الكروماتيدات الحمراء دي شقيقة لان دول بتوع كروموسوم ودول كروموسوم. اما الكروماتيدا دي الخضراء والكروماتيدا الحمراء اللي جنبها دي كروماتيدات غير شقيقة، لأن دي تبع كروموسوم ودي تبع كروموسوم آخر. وهنشوف دلوقتي بقى إزاي بيحصل التقاطع والكلام ده كله في التفاصيل في الخطوات اللي جاية. طبعا هنا بس بنشوف التفاصيل ان الكروموسوم اساسا بيكون بالشكل ده اللي هو الخطط التركيب، تركيب الدي ان اي او الكروموسوم او الماده الوراثيه دي ليها فيديو مستقل. المهم الكروموسوم بالشكل ده بيتضاعف عشان يبقى نسختين خلاص، يعني ممكن ده يبقى كروموسوم وده كروموسوم، لكن طالما لسه مرتبطين في منطقه الارتباط الاول او السنترومير بقول عليه كله على بعضه كروموسوم متضاعف عباره عن اثنين كروماتيدا.
ده الكروموسوم القديم وده الجديد، لكن ما زالوا مرتبطين، فمش هسميه كروموسوم، هسميه كروماتيدا. طيب نشوف مع بعض. بيبتدي يحصل تقاطعات ما بين مين؟ ما بين الكروماتيدات غير الشقيقة، والجزء ده بنسميه كيازمات أو تقاطعات، عشان يحصل تبادل في مادة الوراثة أو عبور. بناخد ده بالتفصيل هنا أهو، آدي الكروموسوم اللي لونه أخضر، وآدي الكروموسوم اللي لونه أحمر، ما زال مكون من اتنين كروماتيدة عشان لسه مرتبطين في منطقة السنترومير. الاتنين الخضر دول كروماتيداتان شقيقتان، ونفس الشيء بالنسبة للكروموسوم الأحمر. يبقى ده كروموسوم وده كروموسوم. وآدي التقاطعات اللي حصلت ما بين الكروماتيدات غير الشقيقة، يعني واحدة من الكروموسوم ده وواحدة من الكروموسوم ده، إنما اللي بره دي واللي بره دي مش هيحصل فيهم تقاطعات. عشان يحصل تقاطعات لازم بيحصل هنا أربط الاتنين الأول عشان ما يتحركوش أثناء تبادل المادة الوراثية، وده هنشوفه في تفصيل حالا دلوقتي. طيب نسينا نقول، او انا نسيت نقول، ان الكروموسوم ده والكروموسوم ده اللي بيحصل بينهم عبور وكذا وكذا وكذا، لازم بيبسمهم كروموسومين متماثلين اللي هم زي بعض في الطول وفي الشكل وشايلين نفس الصفات. طبعا يبقى كل كروموسوم داخل كائن عبارة عن نسختين، بنسميهم كروموسومان متماثلان. ادي الخطوات الخمسة. يبقى التمهيدي الأول في حالة الانقسام الميوزي الأول عبارة عن خمس خطوات، طويل قوي، خمس خطوات. فبيبدأ بالليبتوتين أو بنسميه بالعربي القلادي، ثم الزيجوتين أو التزاوجي، الباكيتين أو الضام، الدبلوتين أو الانفراجي، ثم الدايكينيز أو التشتتي. طيب هنشوف مع بعض التفاصيل بتاعت كل خطوة من الخمسة. فبنبدأ بالخطوة الأولى اللي هي الليبتودين أو القلادي. هنشوف إيه اللي بيحصل فيها، إن الكروموسومات بتتضاعف، يعني كل كروموسوم دي شفناها من شوية بتصبح قصيرة وسهل، إن بتتكون من اتنين كروماتيدا. ثم نيجي للطول التاني اللي هو الزيجوتين، فبنلاقي إن الكروموسومين بيقربوا من بعض، الكروموسومات المتماثلة، ويبتدي يحصل بينهم ارتباط أو روابط تربط ما بينهم عشان ما يتحركوش ويفضلوا لازقين في بعض. ليه الكلام ده؟ عشان نيجي للطور الثالث اللي هو الباكيتين او الضام، يبتدي يحصل روابط كامله بقى، يبقى خدت من اول الكروموسوم ولغايه الاخر فوق عشان نثبتهم جنب بعض. ثبتوا مين؟ ثبتت الاثنين كروماتيدا غير الشقيقه اللي هي الحمراء دي والزرقاء دي، ربطتهم مع بعض هنا عشان ادي فرصه لحدوث عمليه العبور او تبادل ماده الوراثه. ثم ناتي للدبلوتين او الطور الرابع اللي هو الانفراجي، هلاقي ادي التقاطعات بالشكل ده، ابتدى خلاص حصل تبادل مادة الوراثة، جزء من الأحمر هنا أهو اللي مشايل هنا الصفات جه في الأزرق والعكس الناحية التانية، فبيبتدي الروابط دي ما يبقاش ليها لازمة وتبتدي إنها تتحلل عشان نخش في الطور الأخير اللي هو التشتتي وبالشكل ده، ويبقى كده خلاص حصل نهاية التمهيد الأول بعملية العبور وانتهت. بيبقى دول الخمس خطوات اللي احنا شفناهم بتوع التمهيدي الأول. طبعا ده ما كانش موجود في الطور في الانقسام الميتوزي، هنا معقد شوية. ثم يبدا ادي اخو حصل خلاص نهايه الطور التمهيدي، ابتدى حصل خلاص عمليه العبور وحصل تبادل لماده الوراثه. طبعا ممكن تحصل في اكتر من مكان، ايوه، عشان كده انا عامل اكتر من مكان عشان نبقى منتبهين لهذا الامر. ثم ايه اللي يحصل؟ عمليه العبور بقى على تفاصيل منها دي هيكون ليها فيديو مستقل عشان نشوف النسبه بتاعتها وازاي ايه فايدتها وفوائدها الى اخر هذه الامور، ده هيكون في فيديو مستقل. ثم نبدا في الخطوه الثانيه. كل ده اللي فات كان الطور الاولاني بالخمس مراحل بتوعه. يبدا الطور الاستوائي، تترتب الايه؟ الكروموسومات في صفين، ادي صف وادي الصف الثاني. طبعا انا مكتفي باثنين كروموسوم للتبسيط. الخيوط بتبتدي تخرج من الاطراف، وكل كروموسوم هيبقى مرتبط بخيط واحد، مش خيطين، خيط واحد في منطقه السنترومير. ثم يبتدي الخيوط تقصر فتشد معاها مين؟ كل خيط هيشد الكروموسوم اللي موجود معاه، ده في الطور الانفصالي. طيب يبقى كده نشوف الطور اللي بعد كده اللي هو النهائي بقى، يبتدي يحصل تخثر وخلاص حصل هنا نص الكروموسومات راح هنا، ما هما كانوا اتنين كروموسوم احنا بادئين بيهم، اتنين كروموسوم بقى، فواحد هنا وواحد هنا. طب لو كان اربعة هيبقى اتنين هنا واتنين هنا، لو كان ستة تلاتة هنا وتلاتة هنا، يبقى نصف العدد راح في ناحية في طرف والنصف راح في الطرف الاخر، ويبتدي غشاء نووي يرجع يتكون مره ثانيه، سواء كده او يبتدي يتكون جدار من النص، طبعا حسب خليه نباتيه ولا خليه حيوانيه، وتبتدي الخليه تنقسم اثنين ويعاد تكوين الكلام مره ثانيه. وبكده يبقى احنا انتهينا في الانقسام السيتوبلازمي، كان لازم نضيف هنا السيتوبلازمي الاول. انتهينا بقى ان الخليه انقسمت اثنين،
هم بالشكل ده، كل واحده فيهم ايه، كروموسوم واحد. هو طبعا الخليه الأمنية كان فيها 2 كروموسوم، ادي الكروموسوم او الكروماتين لونه احمر، وفي حته حصل فيها عبور اللي هي لونها اخضر دي، هنا الكروموسوم الثاني هنا، وادي الحته اللي حصل فيها عبور. هنبتدي بقى نحصل، يبقى كده عندنا تمهيدي اول، وبعدين استوائي اول، وبعدين انفصالي اول، وبعدين نهائي اول، ثم حدث الانقسام السيتوبلازمي الاول. يعني هنا ممكن نضيف اهو عشان احنا ما ضفناش الاول اهو، يبقى ده السيتوبلازمي السيتوبلازمي الاول. ثم ننتقل الى الخطوه اللي بعد كده، هنشوف بقى خطوات الميوزي الثاني. نفس الشيء هيحصل برضو على 4 خطوات للانقسام النووي، اللي هو التمهيدي بقى، بس هنا اسمه تمهيدي تاني، استوائي تاني، انفصالي تاني، ثم النهائي الثاني. وده بيمثل الانقسام النووي الميوزي الثاني، اللي هو 4 مراحل للانقسام النووي، ثم يتبعها الانقسام السيتوبلازمي الثاني. نشوف الخطوات كده مع بعض. ادي الخليتين اللي احنا انتهينا بيهم بالشكل ده كده، هيبتدي بقى يحصل ايه؟ ده كده قبل الانقسام لسه، خلاص ما اقدرش اميزهم. يبتدي يحصل التمهيدي الثاني، يبتدي الكروموسوم يبقى قصير، الغشاء النووي يبتدي يتحلل، واقدر اميز عددهم زي ما احنا شايفين، ويتضاعف ماده الوراثه اهو. طيب نشوف الاستوائي الثاني، هتبتدي تترتب الكروموسومات في صف واحد اهو، ويرتبط كل كروموسوم بخيطين، واحد من هنا وواحد من هنا من الناحيه الثانيه. تبتدي بعد كده الانفصالي، هتقصر الخيوط وتشد معاها الكروماتيدات اللي هتبقى بعد كده كانها كروموسوم بالشكل ده كده هنا. يبقى هتقصر الخيوط المغزليه وهتشد الكروماتيد لكل طرف، بس انا هسميها بقى كروموسوم، خلاص انفصل عشان انفصل. ثم النهائي الثاني بيبتدي عندي يتكون، كل واحده هتنقسم 2، وكل نواه هترجع تتكون مره ثانيه، كل خليه فيها نواتين. يبقى محتاجين نخش على السيتوبلازم الثاني عشان يقسم لي كل خليه الاثنين، فينتهي بينا الامر الى 4 خلايا بالشكل ده اهو. يبقى السيتوبلازم الثاني ادي خليه 2 3 4، وهنلاحظ حاجه، ان الخليه دي اللي انا بشاور عليها الكروموسوم اللي فيه في حصل فيه عبور، وهنا حصل فيه عبور، لكن الاثنين التانيين دول لا. يبقى انا بدات بخليه فيها 2N اللي هي ضعف عدد الكروموسومات 4 او كذا او كذا، كل نسخه ليها معاها واحده. هنا هننتهي ب4 خلايا هنسميها امشاج. الامشاج دي ممكن تكون حيوانات منويه، سواء في الانسان او الحيوان، او سابحات ذكريه، او ايا كان اسمها، المهم انها تبقى N. خلاص، وهنلاحظ ان نص العدد، يعني دول 4 نصهم فيه عبور والنص الثاني ما فيهوش عبور. وبكده بنكون حصلنا على ده طبعا السيتوبلازمي الثاني خلاص، ويبقى انتهينا ب4 امشاج بالشكل ده. يبقى احنا عندنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل الانقسام الميوزي او الاختزالي تم على كم مرحله؟ مرحلتين، ميوزي اول ب4 خطوات للنووي، اللي هو تمهيدي اول، استوائي اول، انفصالي اول، نهائي اول، ثم الانقسام السيتوبلازمي الاول. انتهينا بنواتين وحصل اختزال لعدد الكروموسومات. يبقى الاختزال او عدد الكروموسومات من 2N ل-N حصل في انهي؟ في الميوزي الاول. الميوزي الثاني لو انتوا خدتوا بالكم، وده الانقسام السيتوبلازمي الثاني، لو انتوا خدتوا بالكم نقدر نقول هنا ده الثاني اهو. نقدر نقول ان وظيفه الانقسام الميوزي الثاني تضاعف، بس ان بدل 2 خليه بقى 4. يبقى اذا انتهينا بالانقسام الميوزي ب4 خلايا بنسميها امشاج، سواء كانت 4 بويضات اذا كان الانقسام ده حصل في المبيض مثلا، او اذا كان 4 امشاج مذكره او حيوانات منويه او سابحات ذكريه اذا كان حصل في التركيب المذكر. التفاصيل الخاصه بعمليه العبور طبعا زي ما احنا قلنا دي هنشوفها في فيديو مستقل. وان كنت وفقت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت فمن نفسي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم ارزقنا العفو والعافية، وإلى أن نلتقي في فيديو جديد. أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.